من البنوك اللي بتسمح لك ان انت تطلع كارت بلاتينم على الحساب المصري بدون اي شروط هو بنك مصر. الكارت ده تقدر تستخدمه خارج مصر عادي او تشتري بيه حاجات اونلاين. حدود استخدام الكارت ده بتكون 1500 دولار مشتريات في الشهر، وطبعا بتدفع عمولة على كل عملية 10%. تقدر تطلب الكارت حتى لو عندك كارت تاني على نفس الحساب، والكارتين بيشتغلوا في نفس الوقت عادي. تكلفة الكارت بتكون 200 جنيه، وتقدر تطلب الكارت من الفرع او من تطبيق البنك، والشرط الوحيد ليه ان يكون عندك حساب في البنك جاري او توفير. مش هتفرق عشان ده